27/7/2011 مدينة إدلب، بداية مظاهرة المسائية بعد صلاة العشاء من جامع سعد اللي توفى فيه الشهيد محمد سيد عيسى. هذا الجامع اللي رشوا عليه الأمن دخلوا وقوسوا الناس، 27 جريح وشهيد. مدينة إدلب، المهندسين، حي المهندسين. مدينة إدلب طلعت من جامع سعد نبي وقاص. جامع سعد مدينة إدلب. يا حافظ